بسم الله الرحمن الرحيم. لو احنا عايزين نعمل مشروع كهرباء، تمام، لو انا قلت له نيو وبدات اشتغل على طول، تمام، واخترت تمبليت فاضي هيطلع عين. فلازم اختار مشروع يكون فيه حاجات بتاعت الكهرباء، يعني الاقي في كيبل تري، الاقي في كذا، حتى لو في حاجه ناقصه وعديتها وقدرت اجيبها من مكان تاني احسن ما ابدا من الصفر والاقي مثلا ايه الكيبل تري مش متظبط و و الحاجات دي كلها، تمام. فانا ممكن اقول له ايه، تمام، ممكن نفتح مشروع من مشروعات العاسات نلاقي فيها الشغل نفسه، او ان انا شايف المشروع ده تمبليت واستخدمه كتمبليت، او ممكن اقول له نيو، يعني ليك كذا حاجه بحيث ان انت في الاخر تفتح مشروع يكون فيه شغل كهرباء، تمام. في عندي حاجات كتير جاهزه، بس ايه برضه انت رحت في البيت ما لقيتش المشروع دوت وتدوق عليه وتقول لا انا عايز الملف بنفس اسم، احنا نفتح نفس الحاجه اللي بتيجي مع الويندوز. لما انا بسطب ويندوز حسب بقى انا بسطبه على السي ولا على الدي ولا على الاي، انا بسطبه على الاي، فبقول له على الاي، بدخل بروجرام فايل اوتو ديسك، بلاقي عندي ريفت 2013، تمام، بروجرام سيمبل. سيمبلز دي يعني مجرد بس ايه مشاريع بسيطه جدا نبدا نشتغل عليه. هو هنا عرض لي الفاميلي وعرض لي الريفت، اقول له لا ده انا عايز الريفت بس، الار بي تي بس اللي هو المشاريع بس، تمام. هاجي هنا اقول له ايه اعرضها لي مثلا في ليست، ابدا بشوف الار اي سي ده معماري ماليش دعوه بيه، انا هشتغل على ايه الار ام اي. عندي هنا مشروعين، اي واحد فيهم ممكن نبدا نفتح فيه ونبدا نشتغل عليه، اقول له ايه اوبن، هيبدا يفتح لي ايه المشروع. ار ام اي ده الميكانيكال، ار اس تي اللي هو الاستراكشر، ار اي سي اللي هو المعماري. هو هتلاقي ان شاء الله المشروع فيه شويه حاجات كده لذيذه، واحنا مش هنشتغل على اللي موجود، احنا ممكن نرسم حيطان كده ونبدأ نشتغل عليها، أو نلغي الشغل الموجود كله ونبدأ نشوف هنشتغل ازاي. لا لا ان شاء الله. هذا هو المشروع، ممكن مثلا ايه اقول له انا عايز الغي مثلا شغل الكهرباء، ماشي، راح معلم كده على كل حاجه، تمام. لو البلان ده معمول ان هو معماري، يعني لو جيت هنا قلت له ده معماري، لما تيجي تعمل سيلكت السيلكت ده هياخد معاك الحيطان، تمام. طيب هو هنا مش معلم ان هو معماري، فاجي هنا اقول له، فهتلاقي الحاجات الموجوده ان شاء الله تبقى كهروميكانيك، هقول له فلتر واشوف في حاجه هنا انا مش عايزها، لا ده كل الحاجات دي انا عايز الغيها، اقول له اوكي والغي ديليت. كده خلاص احنا خلصنا كده ايه من كل شغل التكييف والصحه والحاجات دي. بس عايز اتاكد من حاجه، ممكن يكون في سكشن بوكس او كروب فيو. السكشن بوكس بيخليك ما تشوفش البلان كله، لا بشوف اوضه او اوضتين منها، يعني ببدا اتحكم فيها، ببدا اتحكم في ان انت ما تشوفش كل ال 3 دي. نحاول بقى نخش في 2D لأن باين إن 3D بياخد كتير من الوقت. ماشي اهو. شفت في فعلا البلان فيجن. طيب انا ممكن اعمل حاجه معينه، ان انا هاجي اقول له انا عايز ادخل مثلا، خلينا ندخل في كهرباء، تمام، اقول له انا عايز ادخل في كهرباء لايتنج فلور بلان ليفل 1، لو انا هرسم حاجه في السيلينج لازم اكون واقف في السيلينج. ليه؟ لو انا واقف في البلان فانا كده ببص منين؟ من تحت لفوق. البلان من فوق لتحت، السيلينج انا ببص من تحت لفوق، تمام. فلما اجي احط حاجه في السيلينج بتتحط صح، ما دمت انا لما اجي بقى العكس ممكن تنزل على الارض او تنزل في السيلينج معكوسه حسب الفيو رينج بتاعي، تمام.
فلما باجي هنا في اللايتنج ما بلاقيش عندي هنا سيلينج بلين، بلاقي فلور بلان بس. تمام، طيب انا عايز اعمل بقى واحده سيلينج بلين، اقول له ايه؟ هدخل من كومنت فيو، اقول له انا عايز فيو، اقول له بقى انا عايز سيلينج بلين. تمام، بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت الروف بالليفل بس هو اللي ما تعملوش سيلينج بلين. انا عملنا سيلينج بلان قبل كده لتكييف وفاير، فهنا الحاجه اللي فاضيه الوحيده الروف، لان اصلا كده كده ما فيهوش سيلينج. فبقول له هنا هنا دي دونت دوبليكيت اكستنج، فبشيلها فبيسمح لي ان انا اكرر الحاجات، فاقول له خليها ليفل 2. اوكي، هيعمل لي ينشئ لي واحده جديده. عايز اقول له بقى ان دي هتبقى في اللايتنج. اقول له دي ده مش كوردينيشن، مش كوردينيشن ده الكتريكال. تمام، وستوب ديسبلين اختار لايتنج. اه كده هنفرش اضاءة، نبدأ بالاضاءة. لما نيجي هنا خلينا مثلا وعليكم مثلا هنفرش مثلا حته مثلا زي دي، اجي اقول له ايه؟ اقول له انا عايز احط النار، اجيب كام سيستمز دي اللي بلاقي فيها التكييف والبلامنج والبايب، اقول له ريكتيكال، اقول له انا عايز اناره اللي هي لايتنج فيكتشر. تمام، اختار لايتنج فيكتشر. تمام، مش راضيه تنزل معايا. تمام ليه؟ بص انا عندي نوعها دي هوستد، هوستد يعني ايه؟ يعني لازم تحط على حيطه او تحط على سيلينج. تمام، فالعادي لما يكون هوستد انها تحط على فيرتيكال فيس، فيرتيكال فيس اللي هي حيطه. تمام، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو عندي الفاميلي لو هي ان هوستد يبقى ممكن تحطها في اي حته. تمام، مجرد ان انا هاجي هنا والعب في الاليفيشن بتاعه. تمام تمام آه، لو هي هوستد هيديني 3 اختيارات، بليس اون فيرتيكال فيس يبقى انا حطيتها هحطها على الحيطه من الحيطان. تمام، لو الحيطه لو هي مظبطه هنا الفيجن بتاعها اعلى من السيلينج هتظهر معايا. تمام، حسب الفيو رينج بتاعي. لو قلت له بليس اون فيس يبقى انا كده هحط فين؟ هحط على بلاط على طول. تمام، بليس اون ورك بلان بيدور على الورك بلان بتاعي. الورك بلان ده اللي هي مثلا في الكاد، لو انا عندي او موجوده في الريفت، موجوده في 3 دي ماكس كده حته، ان انا عندي مثلا حاجه 3 دي بختار اني واحده فيهم اللي هتبقى الورك بلان. يعني مثلا اقول لكم مثلا الجهاز دوت ممكن اختار ده هو ده الورك بلان، فاي حاجه ارسمها هتبقى على على الناحيه دي. تمام، يعني ممكن اكون مثلا برسم شكل ستون، فشكل ستوني هيتحط هنا. ماشي، انا في 3 دي مش واخد بالي، ممكن حاسس ان هي هتنزل عادي على الارضيه بتاعتي، لا هي حسب الايه الورك بلان بتاعتي. تمام، يعني انا قلت له بريز ورك بلان، هختار ورك بلان وابدا احط، والعادي الورك بلان هو الدور بتاعي، يعني لو انا ما اختارش حاجه هحطها على الدور بتاعي. هقول له ايه؟ بليس اون فيس، وابدا اروح حاطط ايه على البلاط هنا. تمام، اروح حاطط مثلا واحده مثلا ايه على البلاط هنا، بقول له مثلا امر الاين عشان اظبط في نص البلاطه، الاين اهي من هنا لهنا والاين من هنا لهنا. تمام كده ظبطت في البلاطه دي. اللي بعد كده هاخد دي كده كوبي سي سي من هنا لهنا. ماشي، ممكن اقول له سي سي تاني واعلم على مالتي ايبل، مالتي ايبل عشان انا باخدها معايا كذا مره، من هنا لهنا مثلا هنا لهنا لهنا. اه زي ما انت عايز بقى، ممكن مثلا تلغي واحدة تزود واحدة. خلينا نشتغل مظبوط، نلغي ديت ونقول لدي الاين من هنا لهنا على اساس ايه يبقى قريبة من دي. ممكن مثلا دي ننزلها شوية. طيب لو انا بقى عايز ابدا اعمل بقى السيستم بتاعي، انا عندي هنا مشكلة في الريفت، ان المشكلة دي حصلت النهاردة فما لحقتش أعالجها، إن أنا كل ما هعمل حاجة الشريط اللي فوق ما بيتحركش على طول، لا لازم أدوس على ده وده. هي دي اللي هو هوت فيكس بتسطبها من نوت ديسك تعالج المشكلة دي، بس أنا لسه ما سطبتهاش. أنا مجرد إن أنا وقفت على اللايتنج ظهر لي هنا شوية حاجات، الورك بلان والبيك نيو. البيك نيو ده ممكن أقول له مثلا بدل ما هو واقف على السيلينج ده، لا ده أنا عايز تقف في حتة تانية.
يعني فرض ان انا نزلت الحاجه غلط وما نزلتش على السيلينج، نزلت على الارضيه، اعمل ايه؟ هقول له اجي هنا اقول له بيك نيو، واروح منزلها في اي مكان تاني انا عايزها، تمام، بحيث انها تنزل بنفس خصائصها من مكان لمكان. اجي هنا، تمام، اقول له ايه هنا الورك بلان، هقول له كرييت باور، وعندي كرييت سويتش، هنا باور هبدا اوصلهم بالحاجه بتاعتها، هنا سويتش هبدا اشوف المفاتيح بتاعتها، اقول له هنا باور، ماشي، تمام. دي كده بقت سيستم لوحديها. انا عايز اضيف لها بيت اللونات، تمام، عايز يبقى عندي كذا لمبه، هقول له ايه سيركل، ماشي، ايه السيركل، هقول له اد تو سيركت، وراح ضايف دي واضيف دي، يبقى كل دول بقوا في دايره لوحديهم، الثلاثه دول بقوا في دايره، ممكن اضيف الست دول كمان، تمام. طيب هنا ممكن اختار بانل معاهم، يعني قلت له بقى فينيش اديت، خلاص الست دول بقوا مع بعض في دايره لوحديهم، لو وقفت على واحده فيهم بس ما دوست كليك ولا حاجه خالص، هدوس تاب، راح عمل لي واير، تمام، بس الواير ده لسه ايه، ما تحولش حقيقه، هو بيقول لي دي فكره الواير اللي عندي، اه، فممكن اقول له ايه ارك واير، يروح هو راسم ايه الارك واير اهو، او كده اترسم، تمام. ممكن مثلا انت عايزين مثلا نحط ايه، هو بقول لك الموضوع كله سهل وبسيط، تمام، ممكن تدخل، عايز تدخل دول معاهم، هقف هنا واقول له ادي السيركل، وروح مزود دول كمان زي ما احنا زودنا المره اللي فاتت، طيب، اه، تمام. ممكن اقول له ايه، تعالى احنا هنا في الدور كام، تمام، خلينا نخش في الليفنج 2 فلور، ماشي، طيب. دول ممكن انا عايز اركب لهم مثلا ايه، بتاعت جهاز ليها، جهاز ياخد من السيستمز بانل، اقول له انا عايز الكتريكال، اقول له انا عايز الكتريكال اكويبمنت، وابدا اختار البانل اللي تمشي معاهم، تمام. ده سيركت بريكر، احنا مش عايزين سيركت بريكر، عايزين ايه، لايتنج اند لايز، لايتنج دراي ترانسفورمر، لايتنج اند لوكيشن بانل بورد 208 ام اس بي، الحاجة اللي أنا عايزها مش موجودة، تمام. خلي بالك من حاجة، لازم أختار الفولت ده اللي يناسب دوت. طب خلينا نختار 400 أمبير، نشوف هتناسب ولا لأ. طيب أنا حطيت ده هنا، ماشي، ده لازم أربطه بالديستريبيوشن سيستم، الديستريبيوشن سيستم موجود 120 في 208. الحاجات ممكن ما توصلش لو هم على حاجات مختلفة، يعني ده على سيستم وده على سيستم، لو ده ده اه هنشوف، هوريك دلوقتي، تعال نقف على دي كده نعلمها، واقول له سيلكت بانل واختار دي، تمام، آه خلاص وافق ما اعترضش عليها، تمام. امتى بقى يعترض والحاجات ديت؟ تعال اقول لك بقى امتى بيعترض، تعال، يعني هي الفكرة كلها لو دي واخدة نفس البولت دوت مش هيعترض. امتى بقى الفكرة دي؟ تعال ندخل من سيستمز، اه، طب ازاي بقى اظبطها؟ دي بقى اللي هنشوفها بقى مع بعض دلوقتي. هاجي من الكتريكال ادوس على العلامه ديت، تمام، او اكتب اي اس، او من قائمه مانج هلاقي الكتريكال سيتنج، تمام. القائمه دي ببدا اظبط حاجات الكهرباء فيها، فلا مثلا عندي حاجه اسمها فولتج ديفينتيشن، هبدا اعرف مثلا شوف ايه الفولتات اللي انا هشتغل بيها في المشروع دوت، 480 277 240، عندها مثلا في مصر بيشتغل بكام، تبدا تكتب الحاجات بتاعتنا، 220 موجوده؟ لا مش موجوده، 220، تمام. طيب دي الاسم، الاسم ده ممكن تكتب اي حاجه، الفاليو بتاعه كام، 220، المينيموم كام، تبدا تكتب مثلا 190 مثلا، الماكسيموم كام، 240، 240، تمام. طيب بعد كده تشوف بقى اعلى فولت مثلا 480. الديستريبيوشن سيستم بتاعك، الديستريبيوشن سيستم تبدا بقى توصل بين الفولت اللي الدايره واللايتنج فيكتشر بتاعتها، تمام، يعني الدائره دي اللي انا الجهاز اللي انا حاطه، البانل اللي انا حاطه دوت، لازم هياخد طبعا من كهرباء من بره، وهيدي اللايتنج، اللايتنج ده ممكن مثلا يكون شغال 120 فولت 220 فولت زي ما موجود، فلازم اوصل بينهم، لازم اقول له ان اللو فولتج قد ايه والال جي فولتج قد ايه، تمام. يبقى اقول له مثلا اد، اقول له مثلا اعملها، اكتبها لي كده 480 مثلا على 220، تمام، كام فيس زي ما انت عايز، شوف بقى تشتغل سنجل ولا 3،
الواير اتنين ولا تلاتة، اللي هنا هتشتغل بأنهي فولتج، ال ال جي فولتج هيبقى قد ايه، تقول مثلا 480 مثلا، وتبدأ تقول مثلا ده 3، تبدأ بقى تختار مثلا هنا اختار مثلا 480، تمام. وده تختار ايه 220 تاني تاني. هو انا عايز اعمل ايه؟ انا دلوقتي الفولتج هنا هبدأ اكتب الفولتات اللي انا هستخدمها في المشروع، والغي اللي انا مش عايزه، يعني لو في رقم انا مش هستخدمه الغيه. ليه؟ لان احنا في مصر مثلا، في مصر بنشتغل ب 220 220 فولت الحرارة بيقول و400، بيقول اه 400. تمام. انت بقى بتشوف انهي الفولتات اللي انت هتستخدمها وانهي مش هتستخدمها، تمام. بعد كده بقول له بقى ديستربشن سيستم، بعرف سيستم بقول له ان ده ال 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 فولتج فيه بكام، اللي هو الرقم الكبير بتاعي، وال ال جي بكام، اللي هو الرقم الصغير اللي هو اللي انا هديله اللايتنج. واللايتنج واللايتنج والماكس واللايتنج. ده ال جي ده بديله النقط الصغيره، ده اللي هو داخل البانل نفسها، تمام. اول ما ببقى مظبطها بتقول له اوكي، تمام. لو انت مثلا في اللمبه دي مثلا مش عايز تنقلها من الفولت ده للفولت تاني، بقول له اديت طيب، ماشي. واقول له بقى لا، ده دي المفروض انها تشتغل اهي الفولت قد ايه، تغير بقى الفولت اللي انت عايزه، شوف انهي الفولت اللي انت تشتغل عليه اللي هي ايه 77، تبدا تشوف انهي الفولت اللي انت تشتغل عليه. ونفس الفكره برضو الدايره، تيجي تقول له ادي طيب، وتبدا تشوف انهي دايره اللي هتشتغل عليها، تمام. مش موجوده هنا، خلاص اروح اعمل ايه، ادخل على الفاميلي. يعني هي لو الخاصيه مش موجوده هنا، بروح اقول له ادي فاميلي، وابدا ادور على الخاصيه دي واغيرها، اقول له ايه ادي فاميلي كده. دخلت بقى في فاميلي، ابدا بشوف الخصائص بتاعتها، تمام. دي مثلا هي 400 على طول، تمام. ابدا بقى بص على الخصائص بتاعتها، ويدس قد ايه، الدبس قد ايه، كذا كذا قد ايه، 108 ممكن دي. بص ده الفولت بتاعها بيدي 208. لو انت ودي 3، لو انت لو انت ظبطتها صح، يعني انت بس بتظبطها مره واحده في المشروع في التمبليت، تشوف ايه الحاجات اللي هي مطابقه للمواصفات بتاعت مصر. ادور برضه على المشروع كده يكون معمول في مصر، بحيث تاخدها تلاقيها جاهزه، تلاقي الاي اس دي متظبطه معاك، الكتر كاسيتنج دي متظبطه معاك، الفولتج والديستريبيوشن سيستم، تمام. وفي نفس الوقت انت ممكن لو انت عايز تعدل حاجه، فرض مثلا انت جيت تشتغل في دوله، او تقريبا كل الدول العربيه قريبه من بعض، في دولة مثلا ليها خاصة، تروح بقى تسافر في ألمانيا ولا حاجة من الحاجات ديت، تبدأ تشوف التظبيطة بتاعتها وتعملها، تمام؟ ماشي؟ طيب لو أنا عايز أركب مفتاح، بسيط خالص، باجي أقول له أنا عايز أركب مفتاح، تمام؟ خلينا نفتكر الموضوع اللي إحنا نشوف البانل سكادول دي، عشان مهم أوي. سيستمز، هدخل في الإلكتريكال، أقول له ديفايس، أقول له أنا عايز إيه؟ لايتنج. وراح حاطط المفتاح مطرح ما انا عايز، ماشي. اجي بقى على الدايره دي مثلا، اهي الدايره دي، اروح واقف عليها واقول له ايه اعمل لي سيستم سويتش، تمام. وكده عمل سيستم سويتش، خلاص اقف عليها بقى ديت، وابدا اشوف السيستم السويتش دوت. سويتش سيستم، اقول له اديت، تمام. اقول له ايه سيلكت سويتش، راح محدد السويتش ده، خلاص بقى المفتاح ده مربوط معاه، تمام. وراح ضايف اللمبه دي واللمبه دي، تمام. اقول له ايه فينش، احنا عملنا ارك واير اصلا قبل كده، جينا نفتح دوت، خلاص ده بقى مرتبط ده. عايز توصل تعمل ايه تاني؟ حاضر، ماشي. بص يا سيدي اتفضل، هي دي عبارة عن البانل اللي بتتحكم في الكهرباء اللي هتدي الحاجات دي كلها، تمام؟ ما تتكلم يا عم انت. غير البوابات يعني؟ لا غير البوابات، غير البوابات. انا صوتك كده بس
يطلع في الفيديو يا عم، هيطلع صوتك يا عم. هو انت في ماشي؟ لا ده دي لوحة تحكم، عارف انت مثلا انت تفصل او كده، دي عبارة عن لوحة تحكم اسمها بانل بورد، تمام؟ فدي بتتحكم في الحاجات دي كلها. فدي لو هي مظبطة على فولت غير الفولت ده مش هتوصل معاها، تمام؟ يعني لو انا جبت اي واحدة تانية غير ال 400 مثلا، 220 عشان يجي دول اه لو 220. اديت واحدة تانية خلاص تيجي توصل يقول لك لا ده دي محطوطة على بانل تانية مختلفة، تمام؟ اقول له مثلا كريت باور، هو كده اصلا اول ما اتغيرت ما بقتش مرتبطة بيها، يعني دي ما بقتش مرتبطة بيها، تمام؟ دي كده ما ترتبطش بيها. ليه؟ لان هي مش مرتبطة، حتى بكابل. الديستريبيوشن سيستم اصلا ما بقاش مربوطة بيها، تمام؟ فانا لازم اقول له ارجع تراجع بحيث ايه تبقى هي دي اللي موجودة معايا، تمام؟ سيلكت سويتش، ماشي؟ دي اللوند، وكده حطينا لها البوردة وحطينا لها ايه السويتش دوت، المفتاح دوت، تمام؟ المفتاح ده المفروض بيبقى جنب الباب كده بحيث اول ما يفتح يلاقي المفتاح هنا، تمام؟ الدايرة دي ممكن تدي كذا كذا دايرة كهربائية، يعني ممكن يدي اللوند دي ويدي اللوند دي واللوند دي، اه يعني ممكن اجي على اللوند ديت، تمام؟ افعل اللمبة دي واقول له ايه اقول له اعمل لي سيستم باور، رخمة أوي حكاية إن الشاشة تفضل تعمل كده. أقول له إيه إيديت سيركل، وأروح ضايف إيديت سيركل دي ودي، تمام؟ وأقول له إيه سيلكت بانل، وأروح مختار سيلكت بانل، تمام؟ أه هنا مش في حاجة مش متظبطة أعتقد عشان إحنا غيرنا البانل، أه ما هي أنا بقول لك كده المشكلة دي بتظهر. أروح أقول له إيه كانسل إيديت، ظبط الدايرة دي الأول 208 120 في 208، بينما دي كام؟ طيب اه طيب ممكن نخلي دي، احنا دي غيرنا نخليها 220 دي مية ماشي. وعشرين طيب نخلي دي 120، تعالى نخلي دي 120 ادي، طيب 120 دي مية البانل وعشرين دي لما تكون اعلى هتجيب اللي تحت مننا، اللي تحت مننا في اللايت باور. البانل دي بيبقى فيها الرقمين، ثانية واحدة، لازم تربطها بالديستريبيوشن سيستم اللي يناسب اللايتنج، يعني الديستريبيوشن سيستم ده بياخد من البانل يدي لدي، فلازم يبقى نفس الرقم موجود هنا وموجود هنا، تمام؟ طيب ديسكونكت، بيقول لي في حاجات متصلة وانت التعديل ده هيغير حاجات. طيب تعالى نبص على دي كده 120 في 280، طب لو جيت هنا تمام واقول له سيلكت بانل خلاص كده ربط، تمام؟ طيب لو جيت هنا بقى ده قلت له بس electrical circuit edit، تمام؟ edit circle هضيف دوت edit circle هضيف ده وده، تمام؟ و select panel اخترنا البانل دي وما عملش مشاكل معانا. طيب اجي بقى اقف هنا واقول له تاب، تمام؟ ما دام دي متوصله زود لي هو الحته دي، تمام؟ طيب لو هي اصلا عايزه نرسم يدوي، ليه نرسم يدوي؟ اقول له اه بص الزرار ده اللي هو ارك ده، ممكن اقول له ارك او اقول له تشامفر، ماشي؟ ارك وير، ماشي؟ أو لو انت عايز تعمل مانوال ممكن تيجي هنا مثلا تقول له انا عايزها بدل ارك عايزها تشامفر، يعني بعد ما ترسم تقول له لا ده انا عايزها تشامفر، ده انا عايز اغير الخصائص اللي فيها براحتك زي ما انت عايز. طيب ممكن اجي هنا سيستمز الكتريكال اقول له انا عايز واير، ترسم بقى واير زي ما انت عايز، شايف؟ دي لازم ترسم كده تجيلك دايره، ترسم بره عشان تجيب قوس وتروح داخل هنا في جوه الدايره كده يبقى التوصيل صحيح، ماشي؟ نفس دول كده، تمام؟ بس هي دي فكرة الكهرباء ببساطة، ماشي؟ يا باشا ما تسأل يا عم في القلب بتاعه، ما انا لا يا باشا لا عادي.